بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله الدرس يقول حكسب سيسا ولالك الشاقي إصلاح ذات البين. أما هقاتشين لهقاتشيو ذات البين، كلمة الذات وصاحب البين واحد، هذا في اللغة العربية ومن المتضادات وكلمات كمعنى اسكسور تشيدله، الفرقة والوصل ولا بد بويد. هذا على كل حال، وإن لها قاتشي يدد كمسلمين تا وحاول دحية دحدو دربت الله أصلك ودد كمسلمين تين يكو ودن أولادان الأخوة ولا النمو، بل ابن آدم كودن بيا صلوتي التعايش السلمي، إنه إنسان كو نبط كو ودن أولاده. لكن لبع إلا بواجرته مدنك إلا إنه قوي تحامي إبليسها والشقاق إيا خلاف كوي هاي أخطر الأسلحة هبك وقوين وهيستو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المام إنه كقوستي إن جزيرة العربية مدرك المسلمين تدقان إن لقوع عابد إلهي غيرك، لكن التحرش بينكم من ولي شقدي ستي. أما حديث قار كودو تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إبليس كقويني بض كرسي دكتوه وعيد موسود دايو وعيد مدى سيدات كمسلمين تاي دحقلان يبا آدمها بلوميان dabeetana kuwa ugu soo dhaweyn badan yahay inay ka mid tahay kareeraha isku dira guryaha iyo xaafada ka isku dira inuu ka mid yahay kuwa abaalmarka ugu weyn la siiyo uu soo dhaweeyo. Kaasi dhan buu jooga. Dhan labaadna bini'aadamku malaa'ig maaha, muslimiintuna waa bashar. Yukhtiuun wa yusiibuun wa yacsir an tatafiqa araa'uhum, waxna waa isku waafaqaan, waxna waa isku khilaafayaan، وحوا خطأ وقدعية وحوا أصيبة يا وبني آدم. تسوحي كان سنة سين رأيك أنه كلا نوع نغضه وحيد هذا سيدا بني آدم كوجيه دي سوك لنوع ينبا أرادي سنوك لقدي سنتي سيدا قفوا لبا عالم قارو ويهي بركة وجيه صلى الله عليه أيام مسكح ذا كدام بيسانا عالم قارو طي هذا نسيدا إنه بني آدم كونه يسكو وجيه قوة النهي أيا وحي نوه ده ورقنا أرائنا چريا بين آدم بين وجهك كوضع النوع نمو اللي بالله بين رودي الصنيع في الله بس النيو دي أنت سوليه حاجة أنا بس كوضع أجنة إذا وانا السوء أجنة وانا كلا قد سنه عقلك بين آدم كيا أراد السياسي وفكر أنا وصدا وانا السوء أجي هاي وانا كلا قد سنه هاي وحكو كلا قد سنه واجرا وحكلو أنت عدير مصالح ذا بين آدم ك وحكلو مصالح وحاصر دم وحي كان سنة يعني يجونا إن دتكو خلافاتكو أي شيء كرا هذا بخلاف كستو شيرة شرعة الإسلام يجي مرنا بما بنا إنن تقاطعة إن ليس جويو عقو غفلا إنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم ورينا يو الباب ده جنة ده أيا لفرا مال أنت السنين ته يا مال أنت خميس ته ده بتنا إلهي وأودم الدافع قف كسته وأدومه سكما دان عدنا وشريك يلينين لبن مويان ابو نبو قول عليه الصلاة والسلام لبا إياه ومالن تا سنين تيا خميس أرن كودو ديب لوديغا لبا دان امحاي سمايه وهل إلي وا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه الشحناء وفي سقيا ولالكي علادي يدب إياه مران ودحيا لي ولدا وحي لهيدا هذا أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا. لابد أن أركو هذا دب هاللوديكو أنت كيه شينا يامبالي لا لابد أن أركو هذا دب هاللوديكو إذا وين إذا دو حد كجرن يسأك دتكو ينس قبطو كلاجو مرمو حمان طايلة دو واحد كان سنة أعماش هذه خير كهيد لا أقبله وايو إن أدنى قطكو ألا ودم بدافع يين لجار ريبو إلى يعني كان هشيسان حنا معروفة حديث كيكوية اللي سنن أبو داود يا ابن ماجان رجيني يا غير كودبة شغل البان صحيح كنت المامي يوحنا بقول من هجر أخاه سنة
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أما هجر المسلم كسفك دمه. رواية على نواصار ورطي أدب المفرد للإمام البخاري. على كل حديثك وحوط المام إياه إن دولالك قويسه شحنا بيتيه راهي على ديو إن إذا دحت الله إن قويسه مقاطعة كسميسانة واتكه جروتانة سنة دين هجرة يا عرا يضد مكم مقنطة هنا إن دي جيس قفت إلا متيبون النبي قلي عليه الصلاة والسلام دي قف مسلم الله دادي أنا وحين قرينا سيد أوي هذا ما بين آدم كلا تجا كم هبونا قف كمسلم كان آخر دي س يا دون كيس ميد نبا فائدة وهم شرتو علاضه إذا نحلو بهين علاضة لقت الله بصده بين آدم كيس قبض كيس مراحشة ومرودان إسلام ومركا قابلو فرسميو وعلاد دا إيو دبتا إيو عرضا إيو إسهين تالو سارو ها تا مراحشة هوري هاد داي مرسا حوغا غموران إيو على الحمضة أما مراحشة كو حكتا هاد داي قادة الهجر والتباعد إلا كلا قورا ما ليسكو إيو أما مراحشة وقودا ما يسا هاد داي قادة إلا يسدلو ليسكو حد قدبو انت با إسلامكو حلب وسمي إذا موضوع عند ذلك اللي هشيسيه الله ولا عليه وموضوع إسلام كأد قوي ولا لين تاسين الراد نوا كل هذا إن رش قف كمسلم كا كفردي أهان قفاهان يبلش أهان قبيلة أهان شركة أهان دولة أهان أمم يشعوب أهان متكستبا راد بكل هذا هاي إسهين تيمرن سيدا وقيد بشعار قرآن كوحو كدقي والصلح خير بأي لهيري والصلح خير صلح لما أنتي صلحي شرعي وافق صني وخير بأي لهيري سبحانه وتعالى هشيسك إن لهشيه وضطك يسعلو الحاده ويسور ميده وولا لوبه ولهشيه وخير بو نبو أي قرآن كتل ماما يا ربي سبحانه وتعالى آدنها ما أنت الله تجارب تنا الله يدو حي برت فكر كقانون جاء عالم جاء ما أنت إنه أتشان شيره نحو الصلح والمفاوضات إنه بني آدم كهشيه أو جرجر تمه أو أنا علاد يحق حق يسمقون كو حلل dibaatooyinka dhexdiisa dhacda walidalik ma maanta dowlka dunida jira waxay leeyeen xafiisyo u furan inay umada heshiisiyaan reeraha isqabta cidda muranta cidda wa consulting wa dad loogu tala galay inay dadka heshiisiyaan cidda isay saaxiis bay tagaysaa waxaanay u tagaysaa xafiiskan mediation ku yaqaana sida dadka loo dhex galo farsamada dad yaqaana weeyaa marka wuxuu isku keendayaa inuu isku keenkeeno حتى ما حاكم تواوين الدنيا دو حيسكو ضايدا قفك انت ان حكم كلا الردين وان قرنقية وحكم لقارن انت اتك مصالحة لقى الراديو والله يرضو دا الله يسدر والله يرادو بلنا مصالحة سمين كرتان دمو النقضة وانا مسألة دي عمر بن الخطاب لها رضي الله عنه وارضاه اثر بالغا شيقا وليه رد الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن عمر بن الخطاب وحلقة شيئين ويدي قضاء دو حلية يدد كيس هيا بل دبو علية انتي كهشين ايا وهي وحاب الله يابا حكم كقاضي يا محكمة دو إن أنو دد لابتو دميرين ولو حقوق دو ردو يعني وحيد هذا العلماء دو القضاء رد الحقوق بو سمايا صلح قنا وحيد هذا رد القلوب بالسمعية قضاء حقوق دمك لقوية لكن وحيلين هشيسين تيسل حقايا نحن حاد انتو قلوب تدد كي دبو ولا ليسا إذن أيها الأحبة خلاف كي يمرنك وحنون وحل قرد حلانا ويا الضعف يا اللي يدشي يتمر درو صلح قنا ودو وحل قرد حلانا ويا إن حريس يقو هشيسين تمركا إن دتك اللي هشيسية أممك رقنا هاني يتقالد هان دت باوقوما دت باوقعة
dadkooda ahlu caqliga, dadkooda cuqaasha, dadkooda salaatiinta, dadkooda waaya aragga, waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac ilmadani qoladan maxaa la yidhahda dabdamiska, marka meel dab ka dhacba niman baa loo yidhaha dabdamis la yidhahdo markiiba damiya. Dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa dabdamis, khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaas oo dhame waa xaraa'iq bulshada ku huraya. Hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa, bulshadu waa gubanaysaa. Ugu dambayn, dabdamis cidda ka ahi waa waayeelka, waa cuqaasha, waa salaatiinta, waa culammada, waa waxgaradka, waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin, inaan ummadda dabku wada qabsanin. أيها الأحبة، بني آدم كو هدو اسقبطه سيابة بدن بو اسكود دايا إنو حلك وقاعد بني آدم كبر وحو استعمالا وين وين سيتويشن وحيدا هذا مال دحين لسوقي مادا أدنا أدقولي ستا أنا نقولي ستو نين لتشبيه ينين شبيتون إنا نشرين اللي هشيه ما الوجهك إن دتك ودن لو إلى ليه وصل حقا كينا بني آدم كبرنا زيرو زم جيم بو استعماله وحسكو ديانو أود وحكو مقونيه هاي قالوا دو يرادان قصة كتب تو ده هري وحدا كو قرنا شمشم ثيوري يرادان بس هو شجع شمشم ثيوري هو قصة خرافات كي أهل كتاب يهودي وحاسين رومي سنين كم يدو حي رادان nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah, marka wax kasta wuu dili jiray. Waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa, waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira, ee mar uun timaha laga xiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo, aakhirkii waxaa lagu guulaystay bay dhahdeen in madaxa loo xiro. Markaa ninkii uu tamar beela waxay dhahdeen daba yuu nagu soo kicine, indhaha laga rido, kiniisadda ha lagu xidho. Tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen. Isbuuc walbana marba timaha laga xiiraa. Maalin unbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay, dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay. Maalin axadoo dee la isugu yimid meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhaahdeen, wixiiba wuu ku dubiyey, laakiin hadda isna waa ku dhintay, waxba ma faa'iideen. Waxay yidhaahdaan calaya wa calayk, anigii iyo adigaba waa hal isla dhinto. Dadka badh baa in laysku madho xal mooda, in laysku madho oo hadda dhima anaan dhinto, khalaas reeruu ha madhaan, dowladu ha madhaan, cid waliba ha madhato, waa caqliga ugu liita kaasina, waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku wax xalka u raaco. Dadku markay isqabtaan saddex xeermid unbay maraan: إن عيد الحقوق ده كتنازل شو التنازل عن الحقوق هو ما هي وهو حلا إذا ده عفوية إن عيد قاضته ويحسي إنه عفيه إنه كتنازله ما ها إن عيد ولي بحق يدور ما يسترن دونته وكاسنا وحن بكو سور تقليا قضاء إن لا تقوه إن إلهي كتاب كيس الله وقرنقه oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax. Labadaa mid u dhexeeya jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaqoo dhan inaad ka wada daadegta meel u dhexaysaa jirta, waa meesha la yidhaha islaaxu dhaat ilbayn aw isulx, waa compromise, waa adna wax ka taga naan wax ka tago, labadeennuba aan guulaysanno, meel dhexaan isugu nimaadno. Kii cafwiga taamka ana maaha wax ka midaad cafwiday, laakiin xuquuqdii oo dhan kamaad wada tegin. كي قضاك يا الله عد والبحق يدو كامل هاي شرماها وانا انت بدن بنا آدم ككوق روح دا بدن لا وسكو هاي ويا عفوية دادك سراؤن با قادة داد منازيشو تقوى دادك قادة ايوم با مرتبة دا انت بدن قادة هذا بس صلحه في الشريعة ووحكسته ودادك اسهيي مران كودا لغو كوريالو دادك ادقال لنسانا دقال كودا لغو تشوچيو ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonan ba isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex raadiyo.
صلحك الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وحليه صلحك أقسام بوقيب سماء وصلح المسلم مع الكافر بولي قال يا مسلم له هشيسين أيو أما قري إن له هشيسين أيو إسلاني يوضي قادين له هشيسين أيو صلح بين الزوجين أما إمامك مسلم كا يفغ باغي يوكو بحضين له هشيسين أيو دولة دي يجبهد دولة دي شرعي قاحيد شرع دعو قليد يددك بحي وأما قبيلة أما جبهد أما وحيد دونانا إن له هشيسين يبي ليين صلح قوحو كالور دعكرا في الجراحات إن قصاصة لقاع في يوم ما لقو بدلو دلك لقاع دا يوم ما لقاع قاطو النوع من صلح كم دا قعنتي لقو قوين لها ما إشي لقاع ردي لها قف كتكر دي وكتنازلو ما لقو بدشو وحكا لو صلح قال لي ده خصومات كدد كسكو هيانة كالي اي حولة له اي ودوين له ee bab kale nizaa'in la dhameeyo adaba fuqahaada kitubtooda inta aad aragto babu sulhiga wa muamalaadka u dambeeya ama sulhiga muslimiinta iyo kufaarka u dhaxaya babul hudna bay kaga hadlaan sulhiga imaamka iyo buqaada u dhaxaya kitabul buqaat bay kaga hadlaan sulhiga zawjayn ka u dhaxaya kitabul qasm wan nushuz bay kaga hadlaan idan kutubul fiqh marka aad aragto babu sulhigu abwaab iyo kutubti rabbadan oo kala nooca ayuu ku jiraa لكن إنك وحين كورا من سقو سقود ضوبا سقود دمانتية إنت تكله شيء سيو أما قال يا مسلم النقط أما دولة دايا إنت كسور جدا هالنقط أما أضي يا إسلامتي يا صهيا هالنقط أما قبائل استلية جماعات يا كوح استلية هالنقط دت كين هالشيء سلقة نحرادية صلح قاس شرعة وين فريسة مجالات هي ميادين تيساسي وحكم إذا كي إلهي قرآن كوكولي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وكي قريقا هذا يهوين إن كيده إنو كتوغا مكتش يستامي سلويري كدرينتو فلا جناها عليهما أن يصلح بينهما صلحا لبي كركو دماء هان إنه هشيان با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إنه هشيان ويسو تنازلان ووحيابي اللي سكوها يوح كمده ليس قد تنزله وحل ليس قد تنزل يا وامحي وبعض الحقوق وحقوق دي وحكم إذا قفكو ينو كد تنزله وده بيتنا ما يلدح الله يسوي ما دو إلهي مركز وحلي والصلح خير ورهشيس كا خير كو كتشير أبا إلهي هدين إلهي وحسيد دبا دقي وحضرت الأنفس الشح نفتنا بخيل لمدى الوحاضر يبا إلهي بن آدم هو وحي حقي يبو تاقين لكن ومنزل له بهينة ككرته قفكم مركو قراد يا عقل يا شو أيوك ووحي يجيون هذا تاجناته وبرتيدي ودلكي وودكي ودولة المدى ووحي يجيون هذا تاجناته ويا هذاك تاعي هنا بن آدم كي شيسا لكن نوع من التنازلات بن آدم كونه يسرد مريو إلهي وحلي النفط بن آدم كأسل كذا وحاء وحضرت الأنفس الشحاء بخيل لماذا يشحيح لماذا يوا وحي قيد ويكو حاضر سنتي لكن محل ليلي وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا هذا إحسان سميسان إحسان هو التنازل عن بعض الحقوق عدالة دونوين دو حاجة هشو هذا إحسان سميسان والله كعب سطان إلهي وحا سمين سواركيا إذن وحل لي قريه قانون هذه اللي يراها ده الغرب السكيل يدسب بمايا. ده إسلام تنا ترى ده وحن حق ولا يردن وين هالكالا دعاه. وده يقولون يراها وحن حقوق ولا يردن وين هالكالا دعاه. لا بد أسوى ده نولان مايا. غرقة سود مايا. غرقة محقوق بسنجي التنازل. هذا يقولون وحيابا قاركودين ويندا كلابتو. فايدوا يم بدنو كلو يلمكو قباية. إسلام تنا وحيابا قاركودين ويندا كلابتو. فايدوا يم بدنو كله. أيه كو غبطاية لكن هذا غفو اللي بايد هذا وحي 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 سيوتا قوات كانسا إذن صلحكو إلهي وحينا ليه ورنا إصلاح دحدين الرادسان لبكو مجر تبا إلهي ليه صلحك أنا خيركو كجرى با إلهي ليه صلحك أيا خيركو كجرى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما نبقوا عليه الصلاة والسلام ظالم بصورة غاغي
دبيتنا قرقي إن أنتي سو يمي فاطمة مركز علي كواي علي حقوق أبطي بالي أين ابن عمك أعتني دواس غبرنا يوم أنتو عراضي بالضضاء وسكتقي ميد بويدو وربال علي يرادي علي بالي سور رادي يوم سايد سكيسكو سكي هردال لحالة قم يا أبا التراب ومركو نانستا نبقو بحيني أبا التراب ما شكك عوار نحق علي نبقو عليه الصلاة والسلام إذن إلهي وحينات المامية أفراد هي جماعاتك يا كوحها يا عيد كستبا إلا دحدحاديو